انا ابينك اذا بينتك خطا انا اخطا كذلك. ابو المدفر السمعاني رحمه الله ذكر في كتاب الانساب قال السلفيه معنى السلف هذا قبل ابن تيميه بقرون عده او ثانيه. قال الذهبي رحمه الله تعالى وكان امام ابو حنيفه او عالم ثاني كان سلفيا. طيب السلفيه ما معنى؟ كما روى البخاري ومسلم عن عمران بن حسين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تزال طائفه ليس كل امه طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله. وروى ابو داود والترمذي وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ستفترق امتي على 73 فرقه وفي روايه مله كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. وكذلك روى اظن ابو داود وغير ابو داود رحمه تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. وروى البخاري في صحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لابنته الطاهره البتول فاطمه انا خير سلف لك. فالسلفيه مع اهل السنه والجماعه انا تابع سلفيه لكن انا ما تابع اهل الحمد لله ولا حق نسب ارض الشيعه. انت قاعد تسب الشيعه انا ما اسبتكم ما يقولون اذا انت تعبد بقر قلت تعبد بقر هذه مشكله انا ما اسبك لا. اذا تظن هم سبه فلا تعبد بقر. من هم نبيهم تقدر تقص عليه من هم نبيهم؟ يؤمنون بان عائشه كانت زانيه. ها نبيهم منهم نبيهم منهم هذا اللي انا اقول هم يقولون محمد صلى الله عليه وسلم. هل ترضى بان الرسول يتزوج بزانيه؟ هل ترضى؟ انا اتكلم معه اتكلم معه هذا ابو عبد الله عارفه. هل ترضى؟ بس روح انت ما ترضى. طيب الشاهد انا الان فكيف تؤمن بان خير خلق الله جل وعلا تزوج بامراه زانيه والله يقول الخبيثات الخبيثين. طيب طيب فيقولون هم تعرف ايش؟ شوف المرض يستدلون بان زوج لأن زوجها هي ليس لغة عربية الفصحى، الفصحى هي زوج. طيب زوج أزواج. طيب زوج يقول زوج لوط وزوج نوح، لكن زوج لوط وزوج نوح كليهما توفي قبل لوط ونوح عذبهم الله. والله لا يترك لابد يكون إنسان عادل، لم يخونه في الفراش كما قال ابن عباس، خانوه في الإيمان. لأجل ذلك المرأة الزانية لا يجوز الزواج بها. فالإنسان يقول الكافرة كذلك لا يجوز الزواج بأهل الكتاب وهي كافرة. والله أباح لنا الزواج بأهل الكتاب بشرط تكون محصنة. فانظر إلى مرض قلوبهم يستدلون بآية طعن في لوط عليه السلام. فأخي أنا أتكلم كثير مع الشيعة هذا مراد أتكلم معه بعدين أسلم عليه كذلك أبو عبد الله، لكن أنا أذكر ما يؤمن به. أنت تعرف الولاء والبراء؟ ما معنى الولاء والبراء؟ لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لكن أعتد ما أعتد عليكم صح لكم. أنا ما أعتد عليهم يا أخي. لا لا أنت قلت ديود نبيك ديود. هو ليس نبينا أمامًا. نبي لا هو نبيهم اتزوج بزانية. نبيهم قال لا ما خلاص محمد خلاص نبي محمد. لا أنا هو يقول لك احنا نبينا أنا نعمة الله الجزائري يقول النبي الذي بعد ابو بكر عمر ليس بنبينا. والله الذي اجاز ان تكون الخلافه لابو بكر عمر ليس بالهنا، هم تبرؤوا من هذا. طيب فانا لا اتكلم مع كل شيء، تكلمت معه بهذه الطريقه لان الله جل وعلا يقول ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن، الا ايش؟ الا ايش؟ جادل التي هي احسن تحافظ الا احسن، الا الذين ظلموا منهم. ما معنى؟ ما معنى الذين ظلموا منهم؟ عندما بالشده تكون بالشده حبيبي، فهمت؟ فالله الذي قال ولا بالموعد الحسنه هو ذا الذي قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بعض المسلمين حافظ آية يظنوها لهم يميع الاسلام، الاسلام لكل مقام مقال ولكل ميدان رجال وليس كل ما يعرف يقال. هذا هو الاسلام. لا يجوز تدنيس عند بلاد الكفار. ولا يجوز تدنيس بلاد الكفار. وش خلني فيه؟ صار فوزان هو قاعد. شيخ اساس حبيبي، شيخ فوزان اسمه رسول ما رسول لا انت قاعد تعتبر سيد صار فوزان خداه صح؟ لا اخذ بكل فتوى شيخ فوزان، بعد الفتوى اخذها بعد لا. شيخ فوزان ليس رسول اخي. يعني ما انا ما اقبل رسول، انا ما اقبل رسول. فلماذا تاتي انت تتكلم عن التجنيس؟ هو يقول لا يجوز، ايش عندك الان؟ انت تقول شو اسمه بريطاني؟
لا لا هو قال لا خلاص ايش معنى هذا؟ الإقامة يجوز التدنيس لا لأن ربما تعطي الولاء بس لما نحن نجوز هنا في البلاد والدولية من يتحاسب على شيء؟ الدولية اللي يباعها من يتحاسب تتحاسب عليها؟ ها؟ شوف فوجا أنت والمسلمين عاد يكون يتحاسب على أنا متحاسب على ولدك يا أخي ولدك جيت حاكم لي هنا أنا حاسم عبد تتحصل لي بولدك وتتعلي والله أخويا ليبي ليبي حصل لي ولده لا اسمع يا أخي ليبي والله شوف أنا والله أقول لك شيء لله والله أرى ناس عندهم بغض هذا ربما الإنسان يقول استطراد لكن شوف تعرف إحنا ذكرنا على التجنيس والغلب هل سمعت خليجي مات في البحر أو أتى تحت شاحنة في أوروبا ما في ليش عشان بلاد الاستقرار بارك الله فيك فلما بلاد الاستقرار الأمن والإيمان أما نحن فلماذا تريد لماذا تعرف حكامهم حكامهم من أخطاء لهم أخطاء لا يشوف الإنسان لأنهم بني آدم لكن والله يأتي عندي أنا أتعرف على الدعوة بعض الشبهات الذي يأتي بها النصارى لو كان الإسلام في خير لماذا المسلمين يموتون في البحر لأجل أوروبا تعرف كيف أرد عليهم تقول لهم هذا غير صحيح لأن أسمع أنتم تذهبون إلى دبي والسعودية والكويت لكي تعيشوا انا حرف من لندن دبي انا حرف من لندن انت فكرت على ايش فكرت انت انسان دخل محل فيه ال بيرفيوم ايش يقولون عطور عطور اخي محل عطور ترك كل عطور وركز في المزبله ترك كل مشاهد دبي الاذان الاسلام حتى انجو تيت حتى انجو تيت قال هذه الدوله فيها الاسلام نعم في اشياء بالله عليك كيف تقول المنحرفه على لندن ما تقول هذا الكلام تعرف في دبي ارسلوا ديبورتيشن بريطاني تعرف لماذا لانه سلم على امراته في الشارع والله اخي الانسان يكون داعش انا في اشياء لا اوافقها نعم لكن الانسان والله انا شخصيا بعض الناس يقول لك يعطوك المال يعطوك منا انا والله اتمنى الجزائر وليبيا ومصر وتونس والله يكونوا كالخليج والعراق كذلك اتمنى والله يا اخي اتمنى اليمن كل بلدان الاسلاميه باكستان اوزباكستان قردس تعرف هذيك الجهه كلهم ستان راس الفساد هم الخليجيين هم يفسدوا بلادهم ما تدعوا طيب حقرة. اذا فسدوا بلادهم لماذا لا يموتون في البحر هروبا من بلادهم ما دعوا القواعد العسكريه اللي قاعدين في المملكه الاردن واللي قاعدين القواعد العسكريه شو هذا فدكي انت دقيقه الذي افتى شوف الذي افتى للناتو للدخول ليبيا كان قرضاوي عرفت ذلك؟ وبين لك الفيديو ما هذا في القرضاوي؟ كفروا لجنة الإفتاء السعودية كفروا معامل القرضاوي ويجوز إن الجهاد القرضاوي ما اسمعتني القرضاوي إنسان اللي يتكلم به ليبيا نعرف القرضاوي قلت لك القرضاوي لا ما قلت لك شيء قلت لك القرضاوي الذي أفتى بجواز بجواز دخول الناتو الأمريكان وكل شيء ليبيا قرضاوي شمسو وريله كيف نقول في البلاد انت ما تغيب عليك وانا ما نقول لك شمسو قال لك سعودي مش قرضاوي ها تعال يا اخي لا اتركوش لا هذا شيعي انا تقول هذا شيعي ولا خرافي ولا anyway تعب كل شخص شيعي عندي راه كل شخص كذب خبر الله ما لا غير شيعي لكن انا اجي بالفيديو محمد بن سلمان واهل سعود ولا شيء وموسم الرياض موسم الرياض يجوز حرام لا يجوز موسم الرياض حرام شوف قلت حرام تقطع عليها طيب هذا الحرام شو يقول لك يجوز حرام هالاشياء حرام لكن انا كما قلت لك بعض الناس يدخل الى السعوديه كالانسان الذي دخل الى محل عطور صار كل العطور ركزك على المزبله لماذا لانه هو مزبله المزبله تدور المزبله لماذا اخي الانسان ما يدخل الحق الحجيج العمره الان هل تعرف مهرجان الرياض الذي تدخله انت في مسابقه القران القرآن موجود في هذا لا مشكلة هو حرام شوف الغناء حرام الاختلاط حرام في السعودية بغير السعودية حرام لو كنت سعود أعطني دراهم لأفتيت كما يحبون حشك فوزي يقول حرام لكن الآن هل السعودية جنة أم في الأرض هل يخطئون أم لا يخطئون محمد بن سلمة تكلم عليه أنت تعرف أمريكا الجرائد الأمريكية قالت هذا الرجل ركع تعرف من بايدن جورج بايدن تعرف ايش قال لا ازور السعوديه ما دام محمد بن سلمان تعرف عندما اتى عرف ان القوه في السعوديه الان بيطلع وكل شيء اتى تعرف ايش فعل له تعرف في سادي معناتها جائد البريطانيه الامريكيه هذا احترام لانه يسلم على الناس حتى ايش دونالد ترامب قالها
قال هذا اللي نحترمه. ولا ليش اخي انتم ايش عارفوا دمرتم بلدكم تو دمر السعوديه. خلي السعوديه 500 مليار يا را 500 مليار تذكر 2013 هذا 500 مليار. شوف هذا 500 مليار لو انفق الوطن العربي في واحد فقير. انا كذب عمك تعمل جو سوق. خل والله يا اخي تعرف ايش اخي والله نقولها لك هذه كانت تجاره بينه وبين دونالد شاما بينه الحق احيانا. فانا اقول لك تفرج ايش لكل اخوه هذا في اخ سعودي ما شاء الله اسمه الابيض قناته اسمه الابيض والاسود. هذه ياتيك بالوثائق ويبين لك كل شيء. انا والله الذي اقوله اعود من وتكرارا بعض الناس عندهم حسد على الخليج مستقره الامن بلد ما شاء الله فبلد هو دم البلد ويلوم السعوديه. مثال ذلك العراقي هنا العراقي ايش قال لي؟ قلت له ليش تكلم السعوديه؟ قال لي السعوديه دمرت بلدي. عندما دخلت امريكا وبريطانيا العراق ارجع الى الامم المتحده السعوديه ما وافقت ومنعت كل عنده بيس. امثل مثال يمن من يمين سعودي من يسار سلطه عمان اللي قاعد يتحارب. لماذا من هم؟ الرافضه. انت عندما الرافضه كانوا يقتلون السنه في اليمن ما سمعت بها؟ والله بعد اهل السنه اخي والله السعوديه اخي وفقكم الله والله عد عد كثير اخي ان بليبو هم المهاجرين السوريين واللي استقبلوهم استقبلوا 2 مليون استقبلوا 2 مليون لكن انت تريد السعوديه كالعالم استقبلنا الضباط السعوديين هم جايين. تعرف انت حبيبي ايش اسمك؟ اسمك صالح حمامه عقيد رباح. صالح حمامه هذا لاعب كره قدم يتفرج كره قدم اصبح مفتي. قل تعال هنا هذا فالحمامة بالله عليك اخي اسمع حبيبي هادو لا لا شوف شلون هو قال حبيبي قال هو قال اسمع هو قال جات فلوه الزينة قال ما فيش خير في اهل السعود حمام. طيب هل في مكه في قرب يعبد من دون الله؟ هو سعودي خلاص اسمع جزائري لو قال الان في الجزائر في النساء يتزوجن بابائهم خلاص امنه. حتى هو سلفي؟ لا ما سلفي ابدا هو من هو اهل ايش اسمه؟ صف الحوالي شو عثيمين حضر منه شو عثيمين خارجي صف الحوالي بالله عليك. طيب هذا هرب من السعوديه. دقيقه خليني اكمل دقيقه لكي ابين لك بان هذا خونه. لماذا اخي اتى الى بريطانيا؟ لان السعوديه فيها الحرام تنازلا. بريطانيا ماذا فيها اخي؟ الرجل يسلم على الرجل في الشارع ما شاء الله. راجل لا يكلم فيه. شوف الراجل مع الراجل. لا حمامه يا حمامه حريه. يا حمامه الراجل انا اتحداه هذا الرجل. حمامه يا حمامه ردك انا عصفور. انا اتحداك. انت ذكرت حديث في اخر سلي ذكر حديث كلمه حق عند سلطان جائر. الان هذه المحرمات في بريطانيا اخرج انت خاصا على LGBTQ اخرج وتكلم ضدها علانية. ولا مع السعودية كلمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد مسلم غير مسلم. فأخي هؤلاء القوم بالله عليك أخي الآن أنا شخصيا أنظر إلى هؤلاء الناس خوانة. يأتي إلى بريطانيا وكأن بريطانيا تطبق الشريعة. مثال ذلك اللي يقول لك قال لك هرب من الثعلب وراح الغارة. هذا حالهم هرب من الثعلب وراح الغارة. كلهم كذب أخي. هذا كان مشجع فارغ في السعودية أصبح سياسي مفتي ولا عجيب هذه الدنيا. اسمعنا أنت اسمع حمامة اسمه أخي اسم على مسمى حمامة غير بومي. ليش ترى السعود شريف حمس في رمضان أخي all the Muslim people all Muslim countries they sell they buy weapons when they come to Israel Allah take Palestine you know they just help them to act come on أخي take them back man yeah yeah فلسطين وفلسطين سعودية اسكت أخي يا سعودي اسكت بابا ترى انا مسلم. واي دونت لايك ات شمس واي دونت لايك ات اخي واي شمس اوكي ايو